دي اسمها ايه؟ دي اسمها زمام المبادرة. واهم حاجة تعرفها انه لما زمام المبادرة يبقى في ايدك ما تفرطش فيه ابدا لحد تاني غيرك. وزمام المبادرة في بطولة دوري الابطال رجع مرة تانية في ايدين النادي الاهلي، وبايدين النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله في مواجهة الهلال هنتأهل لدور الثمانية ونستعيد فرصنا واماننا مرة تانية في المنافسة على لقب البطولة. لكن ده يستدعي حاجات كتيرة جدا 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 تحصل في الايام اللي جايه، وخصوصا انه الطرف الدولي عقد هيكون في مصلحه النادي الاهلي وهيخدم النادي الاهلي. واحد، لالتقاط الانفاس، احنا اتكلمنا معاكم على مدار الحلقه عن رحله طويله جدا. قبل ماتش القطن كان نفسي الاهلي يكسب باي نتيجه، ما كانش فارق معايا، ان شاء الله 1-0. لكن جت نتيجه الاربعه عشان تخدم النادي الاهلي في المواجهه الاخيره. قلت لكم ان الاهلي محتاج لفوز مهم جدا على الهلال حتى ولو بنتيجه 1-0. لو كانت نتيجة القطن غير 4-1 أو 2 كنا نحتاج نكسب بفرق 2 عشان نعمل فرق في المواجهات المباشرة. لكن في جميع الأحوال نتمنى إن شاء الله الأهلي يقدم عرض قوي يعبر عن إمكانياته وقدراته الحقيقية ويكسب فوز كبير يعوض جماهير النادي الأهلي عن مشوار مش ولا بد في دور المجموعات. خلينا نرحب بضيفنا ونجمنا النهاردة في السادسة كابتن أحمد رضوان، هيشرفنا النهاردة في الحلقة. مساء الخير يا كابتن أحمد. مساء الخير أستاذ أحمد، نور الدنيا حبيبي، ده نورك، وانا ببقى مبسوط وانا معاك طبعا، وكل سنه وانت طيب. واحنا كمان سعداء جدا بوجودك معانا، والحقيقه ربنا كريم على الناس كلها ان شاء الله. الله اكرم، وعلى الامه العربيه والاسلاميه، على الشعب المصري كله يا رب ان شاء الله. يا رب ايام جميله ومفترجه. اللهم امين. ربنا كده يفرح قلوب المصريين دايما ويسعد اوقاتهم. طيب الاهلي فرحنا، يعني دور المجموعات كله ماشيين فيه حاطين ايدينا على قلبنا وقاعدين نحسب الحسابات ونقول لو مش عارف ايه ولو وهجوم وانتقادات رغم ان ظروف صعبه مرت بيها الفرقه. شفت ازاي ماتش القطن؟ وايه الجديد؟ يعني ايه الجديد اللي شفته لفت نظرك في مستوى الاهلي، في اداء الاهلي، مستوى فردي، مستوى جماعي في مباراه القطن الكاميروني اللي انتهت بنتيجه 4 للاهلي؟ قبل بس ما نتكلم على ماتش القطن، طبعا مبروك للاهلي. احنا كان عندنا فرصتين، الفرصتين دول بايدينا، في فرصه احنا بتهيألي خلاص خلصناها بتاعه القطن، والفرصه بتاعه يوم 31 بتاعه الهلال. مظبوط، في فرصه كانت مش بايدينا اللي هي بتاعه النهارده، وواضح ان يعني ربنا ان شاء الله كتب لنا حاجه كويسه، باين جدا. انا شفت يمكن زي ما قلت لحضرتك اجزاء من المباراه الهلال وسان داونز. يعني بص، انا كنت حاسس في الماتش في ناس عايزه تكسب من سان داونز، وفي لعيبه عادي الموضوع بالنسبه لهم مش انا شفت سان داونز بيلعب على الواقف. بالظبط، الموضوع ما كانش مش ده سان داونز اللي لعبناه خالص يعني. لكن هي دي المشكله، ان انت لما بتحط في ازمه وبتبقى الموضوع مش بايدك بيحصل الحاجات اللي مش ظريفه دي اللي احنا مش متعودين عليها. لكن ماتش القطن نرجع له تاني بصراحه، رجوع ثقه للعيبه وللجهاز وللجماهير طبعا. 4 ده نتيجه مش قليله خالص، ان انت أكبر بتلعب اكبر فوز حققه الاهلي في تاريخه في بطوله دوري الابطال بره ملعبه. طبعا بره ملعبه، ومن فتره طويله جدا، يمكن فكره ان حد يجي من كهربا جاب برضو هاتريك ده من زمان، يمكن ايام كابتن حسام يمكن كان اخر حد عملها بره. فطبعا دي مكاسب كتيره جدا. والله انا مش فاكر اخر هاتريك كان جوه ولا بره كان امتى بصراحه. كان جوه حسين الشحات اظن، كان في اطلع بره. وقبليه كان بره بقى لما كابتن حسام حسن زمان بقى. تمام. لكن ذاكرتك قويه يا ابو حميد. الحمد لله، يعني بنقرا كتير. فالفكره كلها يعني، واعتقد وليد ازارو بيتهيألي من اللعيبه اللي جابت، اعتقد يعني بس جوه اظن مش بره، هاتريك جوه. يا فكره بره دي اللي كتبتهالي كان كابتن حسام اخر حد، الله اعلم. يعني ماتش الترجي هنا ولا النجم مش فاكر، الترجي مش فاكر بالظبط، هيجيبوا لنا المعلومه حالا دلوقتي. لكن هي الفكره ان مكاسب كتيره جدا من الماتش، ان شاء الله نبني عليها كويس جدا للماتش الجاي. اهم حاجه في ماتش الهلال ده احنا مش عايزين عصبيه، مش عايزين قلق، مش عايزين الموضوع يوصل. أزارو هاتريك نجم ساحلي. هنا. فالفكره بس ان احنا نشتغل على الماتش ده صح، بدون عصبيه وبدون انفعال، وننسى خالص اللي حصل في الماتش الاولاني. انا شايف ان فرقه عاديه جدا، ليها مخالب وتقدر تاذيك، بس لو انت من بدايه الماتش زي ما انت قلت والموضوع في ايدك، وان انت تبقى عندك الدافعيه ان انت الناس دي مش هتيجي تاخد بونت ولا هتاخد اي حاجه، يعني هتاخد ان شاء الله تاخد سكور كمان، الموضوع هيبقى، انا شايف انه هيبقى مش بالصعوبه اللي كنا فيها من قبل ماتش سان داونز يعني مع الهلال.
وفي كمان الاحصائيات ابتدت تنزل اهي والارقام. خالد بيبو في سان داونز في نهائي افريقيا 2001 برضو هاتريك افريقي، كان هنا بس برضو. كان هنا في في القاهره. طيب عموما يا احمد، يعني الناس ما كانتش راضيه على مستوى الاهلي قوي في دور المجموعات، هل تراجع مستوى الاهلي مقارنه بالاهلي في بدايه الموسم له ما يبرره من وجهه نظرك؟ بص انا ليه أسباب منطقية؟ كنت مع حضرتك انا لو تفتكر من فتره وايام ما احنا اللعبة ريحت ورجعنا تاني وقلنا الراجل لسه بادئ وبادئ كويس جدا في الدوري، لكن ده طبيعي ان انت لما تيجي تلعب مع انديه كبيره او مع مستوى اعلى شويه الموضوع طبيعي ان يحصل كده. مش باللي حصل في ماتش سان داونز، او يمكن احنا كان شكلنا كويس جدا في كاس العالم للانديه، النتائج ما كانتش في الاخر كويسه، ولكن كان الاداء كويس. صحيح، وده اللي احنا عايزين نتكلم فيه، ان طول ما احنا بنبص على اداء الدنيا هتروح في حته كويسه. مشكلتنا في مصر ان احنا كلنا ومعظمنا يعني بص على النتائج، حتى البرامج الرياضيه كلها نتائج وبعدين بيقيم بنتائج. طب ما الراجل لسه جاي والراجل شغال والراجل كويس، المفروض احنا بنديله وقته لغايه ما نشوف هل طور الاداء الجماعي بتاع اللعيبه، هل اتطور اداء الفردي على المستوى الفردي. ده كله مش هيبان في اول راجل، لسه اظن لسه ما كملش 5 شهور، لكن انا شايف ان هو ماشي بخطه كويسه. عايزين بس الماتش الجاي مش فكره اداء وبس، لا احنا عايزين نتيجه كويسه كمان عشان نقدر نطلع. وانا شايف ان شاء الله خروجك من المجموعه دي وصعودك ان شاء الله هتوصل لحته كويسه في البطوله. وده حصل، احنا شفناه يمكن السنه اللي فاتت واللي قبلها ووصلنا الحمد لله نهائيا. طيب سيبك من النتيجه وسيبك من حسابات المجموعه، انا عايز اكلمك كوره 90 دقيقه قدام القطن بره ملعبك، قدمت فيها كوره جيده، يعني تقدر تقول اجمالا ما حدش يختلف على اداء الاهلي والنتيجه اللي حققها في مباراه القطن. مظبوط، بس لكن تعالى بس نقارن بالفرقه اللي احنا بنلعبها عشان برضو ما نبقاش لا لا بص، عشان يبقى الامور تتحط في نصابها الصحيح. بالزبط. زي ما بيقول القطن فرقه متواضعه جدا. بالزبط. ومكسب الاهلي على القطن 4-0 بره او جوه بالنسبه لي مش مفاجاه، ده شيء طبيعي، والشيء اللي لو اتلعب 10 ماتشات المفروض النتيجه تبقى كده. بالظبط، فانا مش هخدع نفسي ولا هخدع جمهور الاهلي واقول لهم احنا عملنا انتصار عظيم جدا، لكن بالتاكيد كان في حاجات ايجابيه ظهرت في كره الاهلي يهمني اكد عليها. يعني مثلا هسالك سؤال، هل ثنائيه بيرسي تاو وكهربا مش ممكن ابني عليها في اللي جاي؟ يعني احنا بنتكلم دايما ان في مشاكل في الحته الهجوميه بتاعه الاهلي، في مشاكل في اللمسه الاخيره، في مشاكل في اهدار فرص. ماتش سان داونز اللي كان هنا في مصر انت لو كنت سجلت تلت الفرص اللي اتيحت ليك ما كنتش دخلت في حسبه بيرما اللي احنا دخلنا فيها. صح ولا غلط؟ صح، لو ضربه الجزاء حتى كانت جت هي الموضوع كان بلاش دي. ماتش سان داونز هناك انت لو سجلت الفرص اللي اتيحت ليك في المباراه كان ممكن جدا ما كانش يبقى فيه. خلي بالك لو قللت اخطائك كمان ما كانش هيجي فيك الجوان دي كتير. انا شايف ان اخطاء كانت كتيره جدا واخطاء ما تطلعش من لعيبه كبار زي لعيبه الاهلي يعني. لكن حضرتك لو جينا نتكلم من فوق كده، كهربا بقى عامل رئيسي جدا في الفرقه. كهربا جايب اظن 7 مفاجاه أهداف. بالنسبه لك كهربا طبعا امبارح كان مش هو مفاجأة. كان نجم ال 90 دقيقه، وما بعد ال 90 دقيقه هو وعلي معلول طبعا كره الهاتريك دي طبعا مش هتتنسي طبعا. كهربا لعيب كبير. كهربا خلي بالك كمان يا احمد لما تيجي تقيس اللعيب اللي بيقعد في السعوديه كمان فتره تقدر، ما فيش اي حد، مش اي حد يقعد في السعوديه الفتره اللي هو قعدها ويلعب في نادي كبير زي اتحاد جده. مظبوط. النادي ده انا اشتغلت فيه وعارف كويس جدا، النادي ده زي الاهلي هنا كده شعبيته كبيره جدا في السعوديه. فمعنى ان انت تقعد سنتين او ثلاثه وتبقى بالشكل العميد المحترم ده حاجه هناك حاجه جامده جدا. فكهربا انا مش متفاجئ، بس متفاجئ من فكره ان هو كان بعيد الفترات دي كلها ويرجع بالشكل ده. هو دي المفاجاه. ده فيتوريا نفسه متفاجئ طبعا، لكن مش لكن احنا عارفين كويس جدا كهربا لعيب كويس. كمان كهربا كان بيلعب خلي بالك في الطرف الشمال كمان، كان ايام صحيح لما كان كوبر وكان بيلعب في المنتخب. كره الهاتريك يا كابتن احمد، لعيبه الاهلي كلها مضيت له عليها امبارح طبعا. طبعا طبعا، دي حاجه ذكريات غاليه جدا اللي احنا بس عايزينه من كولر، عشان يعني لازم بقى يعني نثبت الناس اللي ماشيه كويس. بمعنى كهربا في الحته دي ماشي كويس واحسن من الناس اللي موجوده، وخلاص بقى رقم واحد يفضل موجود شويه. بيرستاو موجود في الحته بتاعت الطرف اليمين، حللك القصه دي بعد ما حسين الشحات لعب ماتشين كويسين جدا وفي اصابه حصلت، لكن هو رجوعه كمان بيرستاو في الحته دي خلص لك بتهيألي المشكله اللي كانت موجوده في الطرف اليمين.
احمد عبد القادر ووجوده انا شايف برضو ان هو كان لازم الماتش اللي فات ده يريحه شويه. انا شفت ان هو بعد الدقيقه 70 او 75 كان المفروض يتغير، ولكن اوكي ماشي، احمد بدأ شغال بشكل كويس. لكن الحاجه الجميله بقى مروان بصراحه في نص الملعب، مروان عطيه حلل لك وعامل لك الحاجه الحلوه جدا. خلي بالك كولر بدأ لما جه بدأ الماتش بدأ باتنين وواحد، بدأ بالسولية ومروان وكان فوقيهم قفشه. لما لو خدت بالك لما السولية خرج حمدي لما نزل بقى 8 هو وقفشه، وبقى مروان بيشتغل 6 لوحده. فده معناه ان مروان عنده حلول كتيره جدا، يقدر يشتغل لك 8، يقدر يشتغل لك 6، لعيب كويس. انا شايف كمان ماتش سان داونز اللي هناك لو كان لعب كان هيبقى ليه دور كويس جدا. تاني هرجع اسالك السؤال اللي بدات بيه القصه، اهم الحاجات الايجابيه اللي ظهرت في كوره الاهلي اللي ما كانتش موجوده في دور المجموعات واللي غابت. يعني انت كنت ابتديت كلامك بتقول انه الاهلي عروض كاداء في كاس العالم قدم عروض كويسه، سيبك من قصه النتائج، لكن ككوره وكفريق واقف في الارض بينفذ جمل، واقف يعني عنده بلوك دفاعي كويس، عنده قدرات هجوميه كويسه، ظهر الاهلي بشكل كويس جدا. هل ماتش الكاميرون او ماتش القطن الكاميرون نقدر نقول الاهلي رجع تاني، ولا القصه بتاعت الماتش ده مش مقياس والاهلي ما زال عنده حاجات كتير يشتغل عليها قبل مواجهه الهلال؟ لا، رجع بمكسب كويس وثقه كويسه، ولكن فكره الاداء لازم ناخد بالنا احنا كنا بنلعب مين، لكن نبني عليه. نيجي نلعب الهلال هنا واحنا عندنا ثقه، نلعب واحنا عندنا ثقه ان احنا قد الهلال ونقدر نكسبه، مفيش مشكله. خد بالك ده ماتش صعب، ماتش مش سهل. يعني الهلال مش جاي القاهره مهزوم، خلي بالك جاي القاهره بيدافع عن فرصه. الهلال ضيع ضربه جزاء في الاخر، يعني وارد جدا كان النهارده يبقى كسبان. بالظبط بالظبط. ويلعب سان داونز، مش عايزين برضو نخش في نوايا الناس، ولكن في الاول في الاخر كان ممكن يكسب سان داونز. فليه مخالب، ليه مخالب، وعنده لعيبه كويسه، عنده لعيبه كويسه يقدر. وجاي احمد كمان بفرصتين، هو قدامه المكسب والتعادل، دي الحاجه الاثنين الى حد ما. يعني هو بيبتدي المباراه، الاريحيه عنده والضغط العصبي عندك انت، انت اللي محتاج تسجل، هو مش محتاج يسجل. ودي برضو واحده من الحاجات اللي لازم نحطها في الاعتبار، الناحيه النفسيه والمعنويه للاعبتنا قبل المباراه. نقطة كويسة جدا، وعايز أقول لك إن هي أنا شايفها نقطة إيجابية للأهلي. الأهلي نقطة إيجابية للأهلي. ما عندوش غير هو حل واحد، هو المكسب. فكرة إن أنت يبقى ليك حلين وليك تشتغل على الحتتين دي شوية بتاخد من تفكيرك، لكن فكرة إن أنت نازل ما عندكش حاجة غير المكسب، أظن اللعيبة هيبقى الموضوع بالنسبة لها من أول دقيقة باين جدا إن هم لازم الهلال ما يتنفسوش. لازم يتضغط عليهم ضغط عالي، ولازم إن شاء الله تحرز في أول ربع ساعة عشان تعمل لهم مشاكل. هم اللي بعد كده بقى يتوتروا، هم اللي بعد كده يتعصبوا، هم اللي بعد كده ما يقدروش يلعبوا الكوره بتاعتهم. وانت بقى تقدر تشتغل بقى على الشغل الايجابي اللي انت. شوف مروان في نص الملعب كان عامل شكل محترم، ما اعرفش حمدي ولا ديانج او هيبقى ليه الفرصه مع قفشه، ولكن انا شايفهم كلهم في نفس المستوى، شويه مروان يعلى شويتين عنهم. الحته اللي تحت عبد المنعم يعني ماشي كويس جدا، ولكن لازم يعني في ودنه كده يا عبد المنعم الثقه الزياده بتعمل مشاكل. انت لعيب كبير ولكن انت بتلعب في اكبر نادي في مصر واكبر نادي في افريقيا، فلو سمحت خلي بالك من النقطه دي. يبقى عندك ثقه بنفسك وادواتك تبقى انت واثق فيها جدا، ولكن في الاول وفي الاخر تلعب السهل مفيش ريسك. علي معلول ماشي كويس، محمد هاني ماشي كويس، انا شايف مكاسب كتيره جدا من ماتش القطن نقدر نبني عليها ان شاء الله الماتش الجاي باذن الله. طيب خليني اسالك بالنسبه لفتره التوقف، يعني انت عندك فتره اجنده دوليه وعندك نص الفرقه تقريبا بره النادي، عندك ثلاثه محترفين سافروا على منتخباتهم بيرسي تاو وعلي معلول واليو ديانج، وعندك 7 مع منتخب مصر، وعندك 4 مع منتخب اولمبي. انا كنت بقول انه فرصه لالتقاط الانفاس، وخصوصا انه الاهلي كان في رحلات مكوكيه من اول فبراير، يعني الفرقه لسه راجعه مصر امبارح او النهارده الصبح. يعني هل ده في صالح الاهلي؟ يعني هل تشوف في ناحيه ايجابيه انه الى حد ما فرصه لالتقاط الانفاس، ولا غياب اللاعبين واغلبهم طبعا العناصر الاساسيه اللي شاركت مع الاهلي الفتره الاخيره عن الفريق ممكن ياثر شويه على تحضير الاهلي واستعداداته لمباراه الهلال؟ هو ليه شقين طبعا. الشق الاولاني ان هو هيريحه، فدي الراحه اللي تبقى طبعا اكيد راحه ايجابيه من هنا من النادي او من المنتخب، فده شويه هيتنفسوا شويه من فكره الـ يعني انا شفت السفر حتى من الكاميرون لجنوب افريقيا
يعني الموضوع كان مش افريقيا للكاميرون والكاميرون فالموضوع ما كانش بالسهوله اللي بتحصل. أيوة. لكن فكره ان هم يجوا يريحوا هنا اظن ان هيبقى هياخدوا نفسهم شويه. هم هيسافروا تاني الريكفري يعني، يعني هو معلول سافر وبيرسي تاو سافر وديانج سافر وفرقه منتخب مصر هتسافر عشان تلعب مع ملاوي والشباب هيسافروا عشان يلعبوا اعتقد بيلعبوا مع زامبيا. الفكره ابو حميد الماتش بتاع القطن ده بعيد عن النواحي الخططيه والبدنيه النواحي النفسيه مهمه جدا. لازم كولر اول ما الناس ترجع لازم يعني يحضرهم كويس جدا 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 للماتش، نفسي اكتر من بدني او خططي. خلاص هو الراجل اكيد الناس حفظه واللعيبه حفظت الراجل عايز ايه، لكن هم ان شاء الله اكيد الراجل في منتخب مصر اكيد عارف ان الناس كانت عليها لود الفتره اللي فاتت، فاكيد هو عامل حمل تدريبي مختلف على في المنتخب. فان شاء الله بس لما يرجعوا يبقى وقت كافي الراجل يقدر يحضر نفسي للماتش. طيب خلينا بس اصحح نقطه عشان رجعتها كده، انا قلت لحضراتكم ان الاهلي يكسب بفارق هدف لو رصيد الهلال في المباراه صفر، يعني 1-0 الاهلي يتاهل مباشره، لكن ما عدا ذلك بما انه القاعده هي التجاء للمواجهات المباشره في الاول يبقى الاهلي بعد كده اي نتيجه لو سجل الهلال هدف يبقى الاهلي محتاج يسجل هدفين، يبقى المباراه تنتهي بفارق هدفين لصالح الاهلي، لكن واحد فقط 1-0 تكفي الاهلي للتاهل، ما عدا ذلك الاهلي محتاج فارق هدفين. وشايف انه باذن الله لو في حالتنا يعني احنا مش عارف، هو طبعا الهلال السنه دي غير اي نسخه تانية، مش عارف تتفق معايا ولا لا، لكن الهلال السوداني السنه دي محترفين ومختلفين هو حتى متحضر، واضح ان هم متحضرين ان هم يروحوا في حته كويسه. أيوة. لا الموضوع مختلف غير كل النسخ اللي قبل كده، يعني كنا بنشوفه بيخش عادي جدا بيخسر زي القطن كده وبيطلع، لكن لا السنه دي مختلف جدا طبعا اللعيبه. الماتشات اللي هي بتبقى نكون او لا نكون دي يا احمد كفريق بتتعاملوا معاها ازاي؟ يعني لو تفتكر في مناسبات عدت عليكم مكسب عشان تاهل قبل كده، هي عدت على الاهلي كتير اعتقد. يعني عدت علينا مره مع الملعب المالي، عدت علينا مع الهلال هناك بس في ملعبه في ام درمان، كان مطلوب انه الاهلي ما يتغلبش هناك واعتقد اتعادلنا في الموسم اعتقد نسخه التاسعه. بيبقى ليها تعامل مختلف عن الماتشات التانية. اكيد طبعا. اكيد لا كمان اللعيبه، بص احمد اللعيبه برضو بتاعت الاهلي عدت بالمراحل دي كتير. أيوة. عدت في النادي وفي المنتخب، ففكره ان انت تلعب المواجهه النهائيه دي هم كلهم عدوا بالمرحله دي. لكن هو القصه كلها ان احنا بس لازم تدعيم مننا كلنا، اللعيبه لازم برضو عشان الفتره اللي فاتت معلش برضو في ناس كتيره جدا تقطيع بقى واللعيبه لازم طبعاً مفهوم ولازم لا الموضوع بصراحه لازم نبقى في ظهرهم الفتره دي، لازم اللعيبه تاخد حقها كمان ماتش القطن ان هم عملوا ماتش كويس جدا، فان شاء الله هم قادرين ان هم يعدوا المرحله دي، ان هم اللي دخلونا في المرحله دي ان شاء الله قادرين يعدوا منها، وان شاء الله انا يعني ان شاء الله كده انا حاسس ان احنا كمان هنوصل لحته بعيده جدا في البطوله. شاري قصه كولر وافريقيا، يعني من ضمن الكلام اللي اتقال انه الراجل ما عندوش خبرات قوي في افريقيا، هل بيبقى ده وارد المدربين المصريين يمكن او المدربين الافارقه او اللي اشتغل المدربين حتى الاجانب اللي اشتغلوا في افريقيا؟ هو كارتيرون مثلا جالنا قبل كده واشتغل معانا بس كان اوريدي شارك في بطولات افريقيا مع افريقيه يعني مع انديه ثانيه. هل المدرب اللي بيبقى جاي من اوروبا بتبقى صعب عليه افريقيا واجواء افريقيا وكره افريقيا وملاعب افريقيا ولا قصه ليها يعني ابعاد تانية؟ اكيد الراجل ده لما جه اخد ارقام واحصائيات وصلته ان هو برده مش هيبدا من الصفر في افريقيا، عارف الدنيا ماشيه ازاي وعارف الفرق القويه عامله، اكيد في داتا جات له يعني، مفيش حاجه اسمها ان الراجل ده بيلعب في افريقيا والراجل ده ما يعرفش افريقيا، اصل هو مش جاي ومش معاه ناس، ما هو معاه جهاز كامل جدا وجهاز بقاله فتره كمان، يعني مسامي موجود وكابتن سيد موجود، فاكيد وصلوا له احنا المجموعه اللي احنا فيها دي مين الفرقه دي بتلعب ازاي، واكيد اتفرج على ماتشات. الكلام مش كده، هي كره القدم واحد في كل حته، لكن تطويرها بقى. التطوير بتاعها هي دي اللي انا بتكلم فيه. ان احنا كل مره هنتكلم في ان الفكره ارقام ونتائج ولا هنتكلم في اداء؟ هنتكلم في ارقام ونتائج هنفضل زي ما احنا والناس كلها تفضل تعدينا وكل الناس تمشي. الاداء ده نسبي يا ابو حميد، يعني الاداء ما مش هنعرف نتفق عليه او نمسكه، الارقام ممكن نتفق عليها او اكيد لازم نتفق عليها، لكن الاداء ممكن الاداء اللي يعجب احمد رضوان ما يعجبش اكس، ما يعجبش واي، يعجب زد، يعني فاهم قصدي؟ الاداء طيب. ده كلنا بنحب المان سيتي، كلنا بنحب الفرق اللي بتعمل استحواذ ولا ما ولا بيبقى في حد متضايق، كلنا بنحب المتعه بتاعت معاك الكوره. ايوه طيب معاك الكوره بتعمل ايه؟ بتخلق فرص، ولما بتخلق الفرص بتقدر تهدف. انا هقول لك حاجه، اتفضل. انا مش بحبش عموما ارجع لورا، بس مع بيتشو موسيماني مثلا
كان الاهلي في اغلب الماتشات نسبه الاستحواذ كبيره جدا، بس ما تقدرش تقول عليها ان كره الاهلي كانت ممتعه مثلا، ما كنتش بتخلق فرص، هي دي الفكره. لكن لما تيجي ترجع شويه كمان لفايلر كانت ممتعه، ممتعه عشان معانا الكره على طول. هي الفكره كلها، هي الموضوع سهل وبسيط، معاك الكوره هتخلق فرص، مش معاك الكوره تقدر تدافع كويس، تعمل بلوك كويس، تقفل مساحات عشان ما يجيش فيك جول. فهي الفكره موضوع الاداء مش فكره نسبي، فكره ان انت في ناس بتحب، انا بحب الاهلي واحبه يكسب في اي، ماشي اوكي كلنا بنحب الاهلي وعايزينه يكسب، لكن الاداء لازم يتطور، لازم الاداء الجماعي يتطور والاداء الفردي اللعيبه تتطور. ده وجود المدرب ده اهم حاجه، اهم حاجه عندنا، ان لما بتجيب راجل اجنبي لازم يخلي اللعيب غير لما يشتغل لعيب مع مدرب مصري، ده الطبيعي يعني، ده المفروض. فموضوع الاداء ده انا شايفه موضوع مهم جدا، وده اللي هيطورنا، ده اللي هيودينا في حته كويسه. مشاكل الاهلي من وجهه نظرك هجوميه اكتر ولا دفاعيه؟ الاثنين، بس دلوقتي الاهلي ما كانش عنده المشاكل الدفاعيه الكتيره جدا، ما كانش ممكن مع موسيماني ما كناش بنجيب جوان كتير، لكن ما كانش بيخش فينا جوان كتير. فكره الاخطاء الدفاعيه اللي بتحصل دلوقتي انا شايفها موضوع مش صعب خالص. احنا عندنا مشاكل في فكره الضغط، احنا عندنا تحت الكوره، انت موجود تحت الكوره بس، لا هي مش الفكره كده، انت المفروض الشريط اللي موجود فيه اللي الراجل اللي حامل الكوره ده لازم يضغط عليه، ويضغط عليه ضغط ايجابي، مش بروح اتفرج. فدي عندنا مشكله فيها، عندنا مشكله في العرضيات خصوصا في الحته بتاعت معلول، فلازم معلول ده حد يحميه، لان هو راجل كمان مفتاح قوي جدا هجومي عندنا. فاحنا لازم يعني، واكيد الراجل عنده الفكره دي، ان عنده مميزاته ايه في الفرقه ومشاكله ايه، ان معلول ده حاجه مفتاح هايل جدا، بس عنده مشكله في الحته الدفاعيه، لازم يتحمي، لازم حد يحميه. فالراجل اكيد فاهم القصص دي كلها، واحنا نتمنى ان الاداء يتطور، عشان احنا دلوقتي مين احسن فرقه في افريقيا حتى لو ما بتكسبش؟ سان داونز، كلنا شايفين ان سان داونز اداء كويس. ليه؟ عشان بتقدر تلعب لعب من تحت، تبدا الهجمه من تحت كويس جدا، عندهم حلول كتيره جدا، قريبين من بعض، بيخلقوا فرص، فاحنا كلنا مبسوطين منهم. فهو ده الاداء اللي احنا عايزينه، نرجع تاني للمجموعه بتاعت بركات وتريكا، والمجموعه دي كانت بتلعب كوره جميله، كلنا كنا مبسوطين، وبرده بتكسب، لان خلي بالك الاداء بيجيب مكسب، لكن المكسب بس، هتفكر في مكسب بس، مش هيجيب لك اداء. شايف الدور المجموعات ازاي، ومين الفرقه اللي لفتت نظرك في بطوله دوري الابطال؟ مين الفرقه يعني اللي قدمت اوراق اعتمادها زي ما بيقولوا؟ يعني طبعا من مجموعتنا طبعا سان داونز، فرقه محترمه جدا جدا يعني، بصراحه تحس ان هي ما بتلعبش افريقيا، تحس ان هي فرقه من حته تانية. الراجل واضح ان هو راجل صغير وراجل اكاديمي كويس جدا، ومش معنى ان هو اكاديمي ان هو ما ينفعش يبقى مدرب كبير، لا، لان في مصر عندنا بيقول لك اصل انت مدرب اكاديمي تشتغل مع البراعم بس، ما فيش كده، في حاجه اسمها كل فتره ليها شغل، البراعم دي ليها شغل، الناشئين ليها شغل، الدرجه الاولى ليها شغل، لكن في برضو الرجاء، شفنا الترجي في ماتش. بس معلش، انا ضد الراي اللي بيقول ان شكل سان داونز ده هو المدير الفني. لا طبعا، ده يعني المدير الفني جزء من الجزء من الحكايه، ده اللي كنت بقول لحضرتك عليه. لكن المنظومه فيها سكاوتنج، وفيها عين جوه السكاوتنج، بتعرف تختار العناصر اللي تقدر تخش في المنظومه، اللي تقدر تعبر عن شخصيه الفريق. لا طبعا فيها قصص كتير جدا. الراجل المدير الرياضي بتاع النادي ده جاي من 2009، عمل لهم سياسه، وكان ماسك تشيلسي، وعمل لهم مدارس كويسه جدا واكاديميات، وبدا يشتغل، هم بادئين نفس الشغل. على فكره لما تيجي تبص على الماتش اللي احنا خسرناه برده 2019، هتلاقي نفس الاسلوب ونفس اللعب، هم ما بعدوش عن ده. 2019 غير 2019، يعني كان ماتش صعب وسكور تقيل، بس لا كان في اخطاء تحكيميه فاتحه قوي معاك، يعني بس الفرقه فعل فاعل يعني، انا بتكلم بس الفرقه، لكن سان داونز اللي احنا لعبناه ده، لا ده غير خالص، تطور. ما هو ده التطور اللي بقول لحضرتك عليه، لكن هم كانوا في حته مش بعيد عن كده. لكن هم اللي سنتين ثلاثه اتطوروا، اتطوروا، وكمان سنتين ثلاثه هيتطوروا، هيتطوروا، لان هم شغالين صح. هي الفكره كلهم، فكره عندهم مش نتائج، فكره عندهم اداء، الاداء بيتطور مع الراجل وبيتطوروا، وعنده بقى محللين اداء في كل طبعا حته، في كل حته في الملعب. هم عندهم الـ 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 التخصص جواه تخصص، يعني فرقه السكاوتنج هتلاقي ناس متخصصه في سوق افريقي، ناس متخصصه في سوق لاتيني، ناس متخصصه في سوق اسيوي،
عندهم المحللين الاداء ناس متخصصين في الفرقه بتاعتهم، ناس متخصصين في الفرقه المنافسه على مستوى افريقيا، ناس متخصصين في الفرقه المنافسه على المستوى المحلي، في ناس متخصصه يروح يتفرجوا على انديه في حتت معينه زي ما حضرتك بتقول. وده اللي انا كنت يمكن كلمت حضرتك فيه المره اللي فاتت، ليه الاهلي ما يعملش كده؟ يعني شرق افريقيا وغرب افريقيا دي مليانه. بالمناسبه في كاس العالم في المغرب كان في ناس من سان داونز موجوده بتتفرج على فرقه الاهلي وبتتابع الاهلي في البطوله، واكيد هنا في البطوله بتاعت اللي اتعملت في منتخب الشباب هنا في مصر اكيد كان ليهم كان ليهم ناس. دي ده اللي نجح. الناس بتشتغل على مدى، الناس بتشتغل على ان هم يبقوا ابطال افريقيا لسنين، وده انا شايفه اللي هم ماشيين في الطريق الصح، وان شاء الله يعني نمشي احنا كمان برضو في الطريق اللي احنا كنا ماشيين فيه ان شاء الله. الجمهور يفرق مع الاهلي في ماتش الهلال اللي جاي يا احمد؟ طبعا، وده لازم اللي احنا نتكلم فيه، ولازم الجمهور يبقى بالساعه الكامله او على قد ما نقدر يبقى الساعه عاليه جدا، عشان الجمهور ده اللي هو اللعيب رقم واحد، هو اللي هيحفز اللعيبه. هو 50,000 ماشي والله، لو قدرنا نقفل الاستاد ده هتبقى زي الفل. انا اول واحد هبقى وليه لا بصراحه في ماتش زي ده يا ريت والله. يعني طبعاً هو الاهلي بقى ممثل الوحيد لمصر في بطوله دوري الابطال، فاعتقد انه طبيعي جدا انه ياخد الدعم ده. مش عارف ايه مشكلتنا يعني في قصه الجماهير، يعني الموضوع خلاص الاستادات كلها فيها كاميرات دلوقتي، وانت تذكرتي عملت دلوقتي اي دي، وعارفين مين اللي بيخش على مين كل اللي الاحوال. نتمنى ان شاء الله يعني شاء الله في مهمه الاهلي في مهمه رسميه، الاهلي في مهمه رسميه، دي مش مباراه دوري ومش مباراه عاديه في دور المجموعات، فنتمنى ان شاء الله وكلنا ثقه ان شاء الله انه طلب الاهلي بزياده عدد الجمهور هيكون تمام. طيب اخدك عايز تقول حاجات، هل لديك اقوال اخرى فيما يتعلق بالاهلي والهلال؟ لا لا لا، انا بس ان شاء الله نتمنى كده ان شاء الله ان اللعيبه تفرحنا. اهم حاجه بس الهدوء، اهم حاجه زي ما انت قلت، انت قلت برضه ده انا في سؤال مهم جدا قلت نقطه مهمه جدا. ما ينفعش الاهلي يخش فيه جول. معنى ان هو يخش فيه جول لازم يكسب فرق اتنين، فده هيحطهم في مشكله كبيره طبعا. فلازم انا شايف ان الماتش بتاع بدايه ماتش القطن لازم نلعب كده، لازم نلعب باتنين قدام الاربعه عشان يحموا الحته دي، لان احنا مستبيحين في الحته دي. لو شفنا ماتش سان داونز الاربعه كانوا مستبيحين بصراحه، ما فيش حد مغطيهم خالص. ففكره مروان والسوليه او مروان وديانج انا شايف هتبقى فكره كويسه جدا، وبتدي قفشه كمان اريحيه ان هو يقدر يلعب 10، يقدر يلعب على عرض الملعب كله. الفريق الوحيد السؤال اللي انت كنت ده الفريق السؤال ده ليه بس عشان اقفل ماتش الاهلي والهلال. الفريق الوحيد اللي تحس انه مركز مع الاهلي بس من بدايه البطوله هو فريق الهلال، على مستوى المسؤولين وعلى مستوى الجماهير كمان، وتشعر انه حتى في الماتشات اللي الهلال مش طرف فيها مع الاهلي، يعني الاهلي بيلعب القطن هتلاقي جماهير الهلال حاضره، هتلاقي تصريحات من مسؤولين الهلال حاضره، الهلال بيلعب سان داونز تصريحات عن الاهلي برضه حاضره. فيبدو انه من بدايه دور المجموعات ولما اتحطينا في مجموعه واحده، وان في حرب تكسير عظام، حرب نفسيه، حرب نفسيه انا عارف انها مشروعه في الرياضه وجزء من الادوات والاساليب اللي بيستخدمها المسؤولين وبعض الاجهزه الفنيه بتراهن عليها، لكن ايه سبب تركيز الهلال الغريب ده مع الاهلي من بدايه البطوله؟ هل له ما يبرره؟ وهل شايف انه يلقي بظلاله؟ يعني هيكون ليه تاثيره على ماتش لا لا هو طبعا جاي؟ خلي بالك ده ديربي اصلي، يعني برضو احنا في الاول وفي الاخر مصر والسودان ديربي، انا شايفها بلد عربيه، فعندهم برضو الغيره شويه، نادي الاهلي على طول بطولات. بس احنا لما بنلعب مع المريخ مثلا ما بحسش انه في نفس الاجواء، ما هو المريخ في السودان برضو يعني يمكن طبيعه الهلال ودخوله في, 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 في اشياء مش عايزين نخش فيها، ولكن الهلال طبعا نادي كبير معلش، بس مش هيتساوى بنادي الاهلي خالص. اهلا بيوم يوم ان شاء الله 31. لا والاهلي مش ممكن يفكر، يعني الاهلي بينافس كل انديه افريقيا، فمش ممكن يفكر في كل انديه افريقيا، احنا مفكرين في نفسنا وبس. بس الاهلي نشغل بالنا بالترجي، ولا نشغل بالنا بالوداد، ولا نشغل بالنا بسان داونز. اللي بيفكر في الناس ما بيعملش حاجه. فكر في نفسك ويمشي. احنا كنا حتى زمان كده العاب القوه كان يجي يقول لك لو بصيت، او في السباحه لو بصيت على جنبك يا اللعيب اللي جنبك اللي متاخر عنك هتاخد في ثانيه ولا ثانيتين هتاخد من وقتك يعني. فلا احنا ماشيين في طريقنا ان شاء الله، خلي اللي يبص علينا يبص علينا، وانت بعدين انت اصل انت ماشي الاول، فانت لازم الناس كلها تبص عليك. صحيح. طيب ضريبه البطوله زي ما بيقول طبعا. اروح معاك لمنتخب مصر، بقالنا كتير قوي ما اتكلمناش عن المنتخب، عوده مره ثانيه تحقيقات ري فيتوريا. خلينا نتفق انه برضو الناس كلها مستبشره فيه خير، يعني بعد مرحله من مراحل عدم الاستقرار في المنتخب، سواء مع كيروش القيل والقال والنقد الشديد والهجوم الشديد على كيروش، وكان له ما يبرره، ثم ايهاب جلال، ثم روي فيتوريا،
ناس قالت داخلين على مدير فني ممكن يغير مشاكل المنتخب. شايف الاختيارات ايه الاول وبعد كده نتكلم على ماتشين ملاوي؟ اختيارات فيها مفاجاه بالنسبه لك؟ تيجي نستعرض القائمه معاك؟ تمام يلا تعالوا نستعرض قائمه اختيارات فيتوريا مع كابتن احمد رضوان، طبعا حراسه المرمى احمد الشناوي محمد الشناوي ومعاهم محمد صبحي، في خط الدفاع في محمد هاني معاه هشام صلاح، معاهم محمد حمدي احمد فتوح احمد حجازي محمد عبد المنعم علي جبر واسامه جلال، في خط النص طارق حامد امام عاشور مروان محمود حماده مروان عطيه حمدي فتحي محمد زيزو مصطفى فتحي مرموش عبد القادر محمد صلاح، وثلاث فراوده مصطفى محمد واحمد حسن كوكا ومحمود كهربا. اللي يزعلك بس عارف خط الهجوم ده ما فيهوش فرويد بيلعب في الدوري المصري غير كهربا. كهربا يعني اللي يزعلك ولا يفرحك؟ اللي يزعلني جدا طبعا. يعني فكره ان انت ما عندكش فرويد في مصر، وكهربا خلي بالك ما لعب كام ماتش؟ لما تيجي تبص على احصائياته كده ما اظنش لعب اكتر من 10 ماتشات. في حد كان يستحق من وجهه نظرك؟ لا 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 مفيش، لا لا مفيش حقه الراجل. حسام حسن يمكن شويه في الاخر، لكن هو يمكن اكيد الراجل برضه بياخد على برضه الفترات كلها، فتره برضه ان انت ما كنت موجود في الاهلي وما قدرتش برضه مش عايزين برضه يعني مش عارف ايه اللي حصل مع حسام، حسام هداف كبير اللي حصل في الاهلي انا مش هي هي هي, هي قصه راس حربه دي بقى لها زمان يا احمد كتير، يعني احنا بقى لنا كتير قوي بنتكلم على فكره مش راس حربه، مش راس حربه بس يعني، وقعدنا شويه برضو على الباك ليفت وبقى لنا فتره في الباك رايت يعني في حتت كده عندنا مشاكل فيها ليه؟ في منتخب مصر. انا شايف الشغل التخصصي مع الناس من بدري هي دي المشكله. انت دلوقتي تاني لو رجعنا تاني للشغل احنا انا اسف احنا يمكن قلنا الاتحاد عمل حاجات كويسه وعمل حاجات مش كويسه، لكن اول حاجه كان لازم يعملها قبل ما نجيب فيتوريا او نجيب اي حد كان لازم زي ما قلت لحضرتك لازم نجيب مدير رياضي، لازم نجيب سوري مدير فني للاتحاد هو اللي يمشي الدنيا. الراجل دلوقتي شغال كل حاجه اظن. انا كان معايا مستر فينجادا من يومين قال لك الكلام اللي انت بتقوله ده محتاج سنين، يعني محتاج حد يجي يقعد بس نبدا نمشي على الطريق. طيب ما هو محتاج سنين، ما احنا هنعمل زي الارنب والسلحفه هنقعد بقى نقول اصل هو هيمشي اوكي بس نمشي على الطريق. هو بقى قعد سنتين انا رئيس قطاع انا ما شفتوش، يعني فينجادا ده انا ما شفتوش. المفروض الطبيعي ان الراجل ده لما يجي يقعد مع حتى رؤساء القطاعات بتاعت الانديه عشان نقول والله السياسه بتاعتنا 1 2 3 المدربين بتوعنا هنشتغل على 1 2 3. الدنيا من تحت فيها مشاكل كثيره جدا 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 في ملاعب وفي مدربين وفي حكام، فاحنا عشان نشتغل لازم نشتغل من تحت. هنشتغل برضو من فوق ونمسك الهرم من فوق الدنيا مش هتتطور مش هتروح في حته كويسه. لكن الراجل احنا دلوقتي شغالين من فوق ولا شغالين من تحت؟ لا احنا شغالين من فوق. من فوق احنا جبنا لغايه دلوقتي مدير فني الاتحاد يا لكابتن حازم وكابتن بركات انا بحبهم على المستوى الشخصي، اتنين جمال واتنين اخواتنا، يعني انتوا اللي ليكوا الدور الكبير في الكوره في مصر. لو سمحت عايزين مدير فني للاتحاد، عملوا حاجه كويسه جدا. موضوع انا راجل من الناس بقالي 7 سنين مستني الدوره بتاعت ايه. هو انت متوقع انه يعني انا طبعا بحترم كابتن حازم جدا وكابتن بركات الاثنين كلاعيبه كوره بحبهم جدا جدا، بس انت دايما بتشترط او شايف انه شرط اساسي انه المسؤول الاداري الناجح يكون لعيب كوره ناجح؟ بتساعده بياخد خطوتين ازيد من الراجل اللي على مستوى التدريب مثلا لو جاي يشتغل التدريب ده اداره فنيه صح ولا اداره فنيه في ناس ناجحه وما لعبتش كوره. افشل يعني افشل مديرين فنيين لعيبه الكوره اللي كانوا لعيبه كويسه جدا وانجح مديرين فنيين كانوا لعيبه اقل من العاديين. أيوة. وفي على فكره منهم انا ما شفتهمش ولا سمعت اسمهم اساسا كلعيبه كوره ومع ذلك بقوا عشان دي عشان بص يا احمد عشان دي شغلانه ودي شغلانه. لعب الكوره حاجه اقفل الصفحه تدريب الكوره شيء تاني خالص. أيوة. يعني يورجن كلوب مثلا مورينيو كانوا لعيبه يعني جوارديولا جوارديولا كان لعيب كبير. لا ما كانش لعيب كبير ولا حاجه. لا 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 لعيب كبير ازاي انت ما اتفرجتش عليه كده؟ لا ازاي بقى؟ لا لا بص على جيله مين يعني ما كانش سوبر ستار معاك بس برضه يعني مين لعب يعني جوارديولا ولويس انريكي مدرب اسبانيا كان لعيب كويس بس ما كانش سوبر ستار.
يعني لويس فيجو. لا ما كانوش طبعا لويس فيجو ولا بيب جوارديولا. لا فيجو طبعا. فيجو طبعا صح ولا ايه؟ مفيش طبعا يعني. بافل نيدفيد ولا لويس انريكي؟ لا نيدفيد طبعا طبعا. فالباسلو في عصرهم كانوا لعيبه كره كويسين طبعا، واللعيب اللي هيلعب في برشلونه عشان دي شغلانه ودي شغلانه لازم يكون لعيب كره كويس. في مشكله بقى كبيره جدا في المدربين، خصوصا اللي لعبوا على المستوى العالي او اللعيبه الكبيره، متخيلين ان هو يبقى اساميهم هيبقى مدرب شاطر. لا، هي من القصه مش كده. قصة ان ممكن يبقى واحد ما لعبش كوره خالص يبقى اشطر منك، لان هو اشتغل على الادوات. أيوة. وثقف نفسه كويس جدا، ودي شغلانه ودي شغلانه ثانيه خالص. دي محتاجه قدرات وادوات، ودي محتاجه قدرات وادوات. الشغل بتاع البراعم ده ليه شغل، شغل الناشئين ليه شغل، شغل الدرجه الاولى ليها شغل، منتخبات ليها شغل. اللي ماسك الخيوط دي كلها بايده المفروض يبقى المدير الفني. انا دلوقتي احنا عشان نلعب لما كان فينجادا موجود ما كانش بيقوم بالدور ده، ما حدش شافه. ولما فينجادا مشي ما راحش غير نادي الزمالك بس. وهو موجود، وبالتالي راح النادي الاهلي كده يعني، اللي هو ما خدوه كده غصب عنه. لكن ما راحش النادي تاني. فلو سمحت يجيبوا حد. احنا دلوقتي ناس رؤساء قطاعات الحمد لله، اتعلمنا وفهمنا شويه، قرينا، فتحنا كتب كتير الحمد لله، دخلنا دورات كتير جدا، فعرفنا المدربين اللي تحتينا المفروض الشغل عامل ازاي. احنا عندنا شغل سيستم. اللي بيلعب خمسه تلعب خمسه كده ليه؟ عشان لما تروح لسته تلعب سته وجون كده ليه؟ عشان لما توصل 10 توصل كده. عشان ما نعملش دربكه في دماغ الولد. الشغل الذهني والمهاري دوت اللي هو لغايه 12 و13 سنه، لو انت ما اشتغلتش مهاري كويس والمهارات الاساسيه اتطورت والذهنيه اتطورت، على فكره خلاص تنميتها صعب جدا جدا بعد السن ده. انا بقيت بسمع كتير جدا جدا من مدربين اجانب ومصريين انه لعيبه الكره في الفرق الكبيره في مصر ما عندهاش المهارات الاساسيه لكره القدم. اهمها وابسطها التسليم والتسلم. خليني اروح لفاصل وارجع اكمل كلامي مع كابتن احمد رضوان ونشوف قصه منتخب مصر. يعني واحنا كنا قبل الفصل على طول بنقول قاعده الهرم وقمه الهرم، والمفروض لو احنا كمصريين بنحلم بنشوف الكره المصريه في حته تانية، كابتن احمد كان بيقول لابد ان الشغل يبدا من القاعده. لكن فكره انك انت تراهن على المنتخب الكبير بس او حتى على المنتخب الاولمبي، ما تحلمش حاجه كبيره قوي او ما تحلمش تروح لبعيد قوي. ليه يا ابو حميد مش متفائل باللي جاي؟ يعني مش عموما مش بتكلم على منتخب انا شخص أو. متفائل وايجابي. ايوه بس انا بتكلم واقعي. الواقعيه ان احنا نقول اللي تحت فرقه المغرب دي ليه بقى شكلها كده؟ لا دي حاجات كتير قوي. أهمها ان نص الفريق متاسس في اوروبا وموجود في اوروبا. بس بص وده 70 80% من نجاح الفرقه في الدرجه الاولى. تمام. بس ده مش معناه ان الناس في المغرب مش عاملين شغل على اعلى مستوى. لا 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 عاملين طبعا، عاملين شغل في كل حاجه. هم نجحوا ليه في الحته دي؟ عشان كده. العكس، تعال بص على السعوديه. انا اشتغلت في السعوديه وشفت. انا رحت في شهر 7 خدنا الجدول بتاع الكاس اللي هو شهرين قبل الدوري اوله واخره، وخدنا الدوري اللي هيبدا في شهر 10 وهينتهي في 28/4. خدنا جدولنا وماتشاتنا والدنيا وكل حاجه خدناها. ففي سيستم وفي نظام. السعوديه غير. السعوديه اشتغلوا من تحت وبداوا في الحته اللي احنا عايزينها. انا لسه كان معايا حد هنا من حوالي اسبوع او 10 ايام، مدير برنامج تطوير المواهب السعوديه، ودي ناس بتشتغل انها تاخد المواهب تطلعها تحتك بمدارس كره في اوروبا، تعمل معسكرات، تعمل ماتشات. ده اللي ناقصهم. وبيسوقوهم وكده يعني. فكر مختلف شويه. ده اللي ناقصهم. فاحنا بس نداء كده لكابتن حازم وكابتن بركات، عايزين مدير فني عشان نقدر نشتغل على. طب واحد مدير فني، اثنين ايه الحاجات سريعا جدا، ايه الحاجات كده نقاط واضحه وصريحه اللي يجب انها تتغير؟ يعني احنا كنا اتكلمنا انا فاكر في اخر مره على موضوع الرخص، وانا عارف انه ما زال موضوع الرخص ده مشكله بالنسبه للمدربين المصريين. موضوع الرخص احنا بقى لنا 7 سنين مستنيين الرخصه ايه؟ اتعملت في يوم وليله، ما نعرفش حاجه. احنا ما عندناش مشكله. يعني ما نعرفش حاجه؟ ما نعرفش غير لما الصوره طلعت. وائل رياض منزل صوره ان الرخصه ايه احنا عملناها النهارده، دخلنا لايه؟ احنا ما عندناش مشكله على فكره كمدربين محتاجين الرخصه دي. ولكن قولوا لنا، يعني قولوا لنا احنا ماشيين ازاي؟ بتوع الدوري هو الاتحاد بيختار ولا الاتحاد بيعلن فالناس بتقدم؟ محدش اعلن حاجه. محدش اعلن حاجه لا خالص. ولا انتوا فجاه لقيتوا مجموعه اسماء خدت الرخصه ايه؟ هم اعلنوا ان في دوره. الدوره دي هتتعمل يوم 29/3. تمام. لسه في المستقبل يعني. 29/3 اللي هو لسه. لسه ما جاش. عرفنا من اسبوع ان اتعملت. أيه. يا دكتور جمال مفيش مشكله، بس حضرتك قول لنا دلوقتي الدورة الثانية هتتعمل امتى والثالثة هتتعمل امتى والمين؟ يعني الدورة اللي تم اعلان عنها انها في 29/3 اتعملت وفي ناس خدت الرخصة وخلصت خلاص. لا شغالين لغاية دلوقتي. شغالين لغاية دلوقتي. هم هيشتغلوا على مرحلتين، مرحلة اللي هم فيها دلوقتي وبعدين يرجعوا وعاملينها بشكل كويس بصراحة. طب كويس انه احنا خدنا خطوة لقدام في موضوع الرخصة. هيرجعوهم للنوادي بتاعتهم يعملوا تقريرات ويرجعوا تاني في مرحلة تانية، فدي حاجة جميلة جدا. أيوه. يعني بدأنا نروح في حتة كويسة. لكن عايزين نعرف احنا هناخدها امتى؟ لأن احنا كتير.
اكيد احنا مش كلنا هناخدها في وقت واحد. ده بالنسبه بس للرخص. نيجي بقى للمهم، التطوير بتاع المدرب بيتطور ازاي؟ حضرتك قولوا لنا هنطور المدربين دول ازاي؟ هنطور الملاعب ازاي؟ هندور انت بتكلم مين هنا حضرتك؟ في المطلق ولا بتكلم اتحاد الكوره كله؟ كرة. ولا بتكلم حد جوه اتحاد الكوره ولا اتحاد الكوره ده مش هو المسؤول عن موضوع الكوره؟ اه كل دي احنا اسئله ليهم. احنا المدرب اللي عايز يتطور ده يتطور ازاي؟ حد يقول لنا بس. فلازم القصه دي لازم نحط لها بدايه كده عشان نقدر نمشي بس على الطريق. ايوه الملاعب طبعا لو جيت شفت عندنا يوم الجمعه والسبت الماتشات هتزعل. لو شفت الملاعب وشفت الحكام وشفت الموضوع صعب عندنا مشاكل عشان انا واثق ان الموضوعات دي حبالها طويله. عايز هنتكلم فيها تاني جداً جداً جداً. رؤيتك لماتشين ملاوي سريعا جدا، وشايف الاسماء اللي اختارها روي فيتوريا هم رجال المرحله ولا في حاجات في اكيد ماتشين ماتش سهل. الفرقه اللي انا عرفت ان كمان لعبوا النصر السعودي وخسروا بنتيجه كبيره، ف دول احسن اختيارات. طبعا متفق معاك، يعني ما فيش مفاجآت خالص. نتمنى ان شاء الله ان الراجل، والراجل عنده ميزه ان هو انا شفته نزل للانديه وراح قعد هنا وقعد هنا وقعد هنا، فالراجل عايز ياخد فكره عن الناس كلها وبيتفرج على فرق كتير. نتمنى لهم طبعا ان شاء الله التوفيق، ومع واتحاد الكوره التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله هيبقى ماتشين كويسين ان شاء الله، والنتيجه تبقى ايجابيه ان شاء الله باذن الله. نورت الدنيا كابتن حبيبي، ده نورك، اسعد بيك دايما. انا اللي سعيد مرة تانية نهني ونبارك على، مش على التأهل، لسه بدري قوي على التأهل، لأن المواجهة اللي جاية هتكون صعبة جدا جدا حتى وإن كانت في القاهرة. أتمنى بس وراهن على الحضور الجماهيري، اللي أتمنى إنه المسؤولين يستجيبوا لفكرة إنه حضور الجمهور يبقى بالساعة كاملة لاستاد القاهرة. أتمنى أشوف اللقطة دي، وأعتقد إنه الأهلي بإذن الله قادر على مواصلة المشوار والتأهل لدور الثمانية. بشكركم على متابعة حلقة النهاردة، بكرة نتقابل على كل خير في السادسة، تحياتي ليكم.